طب ما ستفعل إذن دول الإيكواس فيما يتعلق بأزمة النيجر؟ هل بالفعل سيقدمون على اتخاذ خطوات عسكرية أم أنه سيكون هناك نوع من أنواع التراجع؟ لا، من الواضح أن هناك خطوات عسكرية، لذلك يعني ربما تكون فرنسا كانت تريد أن تقدم الدعم الجوي الذي يعني تحتاجه قوات الإيكواس، لأن قوات الإيكواس من غير غطاء جوي قوي ستكون معركة غير حاسمة، خصوصا أن قوات الإيكواس ليست بالقوة الكبيرة، لذلك يعني يريدون دعم جوي قوي، لذلك أعتقد أن فرنسا طلبت هذا. وعلى فكرة هذا ما يؤكد أيضا طلب يعني فرنسا من الجزائر استخدام الأجواء الجزائرية، لأن هناك حديث في دور الإيكواس عن استعدادات عسكرية كبيرة جدا، خصوصا من نيجيريا التي تريد بشدة عودة النظام الدستوري للنيجر مرة أخرى. لذلك أعتقد أن رغم كل شيء سيكون هناك تحركات عسكرية ضد عسكر أو ضد عملاء روسيا في النيجر.